اتفضل. هدف من اهداف المرحله طبعا ان احنا ننهي المباراه المؤجله ونستفيد بيها، فكان طبعا جزء من التحضير للمباراه كالعاده الثوابت اللي هي موجوده اللي انا بقول عليها، وفي نفس الوقت يعني التاكيد للاعبين ان دي اخر مباراه مؤجله بالنسبه لنا، فالثلاث نقاط مهمين جدا، فالحمد لله طبعا على الثلاث نقاط، وبشكر اللاعبين برضو على فوزهم النهارده على ادائهم في ظروف يمكن كنت وانا في الاوضه جوه عاوز اتطرق ليها يعني، لكن برضه مش عاوز اتطرق ليها بشكل مفسر، لان فعلا يعني الامور صعبه جدا 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 جدا، وممكن تبقى مضره على حاجات كتير يعني لضغط المباريات، انا شايفه خلاص بقى مضر جدا 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 يعني، ويمكن يبقى مضر على حاجات كتير. احنا بنتعامل طبعا مش مضر، لان انا عندي بدايل وبتعامل وبدور ومفيش مشكله وعندي قوام كبير، لكن في النهايه برضو المرحله اللي جايه مهمه للكره المصريه كلها، للكره المصريه انا بقول، فضغط المباريات يعني انا شايفه مش هخش في تفاصيل عشان محدش يسالني، لكن انا شايف فعلا ضغط المباريات يعني خلاص احساسي بيه ان هو فعلا زايد عن اللزوم يعني. لا انا قلت وحذرت، لا بس هو فعلا زايد عن اللزوم بقى، و يعني والدليل على كده احنا شايفين التاثيرات اللي احنا متاثر بيها والاصابات اللي احنا بنتعامل معاها وهنتعامل معاها، ومفيش مشكله ان شاء الله، وفي بدائل بل في لعيبه كمان بترجع الحمد لله، خلاص سعد راجع الحمد لله، فانا ما عنديش مشكله، بس هي ضغط المباراه يعني انا بقول مش محسوب، مش محسوب خالص 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 يعني. فخلينا بقى نتطرق للمباراه، ما عنديش اجابات. اتفضل اتفضل ماتش. اتفضل الله يبارك فيك. طب ما تخلينا في المباراه برضه، خلينا في المباراه يعني. تفضل عاوز وليد، اتفضل عاوز ايه وليد ازهر؟ اكيد طبعا اكيد طبعا حاجه مهمه. معلش يا سياده اللواء بعد اذنك. طب لا يمكن طبعا احد ايجابيات، بتفق معاك يعني احد ايجابيات المباراه النهارده الاهم الفوز طبعا، وبيجي بعد كده ان وليد بيحرز هدف طبعا اكيد بيساعده بشكل كبير ان شاء الله، لسه طبعا باقي مباريات كتيره، لكن اكيد ان شاء الله اتمنى ان وليد يوفق السنه دي هو وزمايله، لان في منافسه كمان من زمايل موجوده، في عبد الله برضه قريب يمكن شويه كده، فان شاء الله يبقى في توفيق لوليد، هتبقى مهمه جدا بالنسبه له ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله حضرتك شايف ان المنافسه هيبقى باربع اجانب خصوصا ان احنا عارفين ان احنا ثلاثه بس، حضرتك هتعامل كويسه ولا حاجه ممكن؟ لا بعدت علي النهارده، ومش عشان علي، لان كمان كان في الحسابات خلاص، وكان يعني في دماغي من الروتيشن اللي هيحصل للمرحله اللي جايه ان شاء الله، هيبقى في روتيشن بين اللعيبه كمان بشكل عام وبشكل خاص بين الاجانب، لان عارفين طبعا اللوائح، لكن كان هيبقى في روتيشن بين الاجانب بما يتطلبه طبعا المرحله وكل مباراه، فده خلاص يعني حان الوقت ان الروتيشن كمان يبقى بين اللعيبه دي طبقا طبعا لاهميه المرحله واهميه المباراه ان شاء الله. يوم الاثنين الجاي ماتش المقاولين برضه، تمام، وكان نادي المقاولين اشتكى من الموضوع دوت ان يبقى الماتشين ورا بعض كده، فانت شايف الفرقتين لهم كتاب مفتوح لبعض الاثنين يعني، النهارده الاوراق كلها الماتش الدوري شايف الماتش الجاي ازاي يعني؟ لا حته اوراق خلاص، احنا كلنا بنتفرج على بعض وكلنا شايفين بعض وكل مباراه وليها ظروفها، لكن طبعا هي طبعا من يعني من الاحداث القليله اللي بتحصل او بتتكرر، يمكن كانت سنه 82 كان في ارتباطات برضو افريقيه واعتقد ومحليه بين الاهلي والمقاولين ولعبوا بعض في مباراه متتاليه، لكن بقالها من سنه 82 ما فيش، احنا خلاص ملتزمين بالجدول، وان شاء الله من بكره ان شاء الله تمريننا الصبح ان شاء الله هنحط، مفيش تسهيل خلاص انتهت النهارده، هفكر في الصعب اللي جاي اللي هو يوم الاثنين، ما سهلتش، مفيش حاجه اسمها سهلت يعني، المباراه اتقفلت النهارده هفكر في المباراه اللي بعديها اللي هي يوم الاثنين، لكن مفيش حاجه اسمها تسهيل. اخر سؤال يلا اخر سؤال، مبروك طبعا على الفوز، بس عايز اسال حضرتك سؤال، بس صلاح محسن هل النهارده شارك 10 دقائق، فهل اغلى صفقه في مصر هنلاقيها بتشارك الفتره اللي جايه مع
ماتش كامل ولا هيفضل برضه يعني نوت؟ ما فيش نوت عليه، اقول لك بالعربي والانجليزي نوت عليه. انا هقول لك انا يعني بالعربي والانجليزي يعني. شكرا.